تشريش. انا من رايي ديالي ما نشريش، وفعلا ما شريتو الصباح والله ما شريتش. مشيت شريت الزيت اللي رخيصه، ما شريتش لوسيون، مشيت شريت الزيت اللي رخيصه ما شريتهاش هي. وعليكم هذه رساله لكل المغاربه، ربما كنعيشوا اكفس مرحله سياسيه في تاريخ المغرب، ملي توصل الدرجه لبعض العصابات اللي ما كنسميوهمش انا شركات انهم يزيدوا على هذا المواطن، المواطن هذا للاسف الشديد اللي كيعاني من اجل انه يشري داك اللاترو ديال الزيت، وان هذه الشركات يزيدوا 10 ديال الدرهم مره واحده، فكنقولوا بان هادو راه ما بقاوش الشركات. حنا كمغاربه وصلنا الضرر وقطعنا الحليب على 10 دريال، كيفاش ما غاديش نقاطعوا هاد الشركه هادي اللي زادت 10 درهم؟ زياده على النقطه كنبغي نركز عليها، هاد الاحزاب السياسيه اللي كاينه في المغرب، هاد البرلمان، هاد الجمعيات، فين هو الدور ديالكم اليوم من الدفاع على هاد المواطن اللي هاد الشركات تطلق لهم العنان ولاو للاسف الشديد كيديروا ما بغاو؟ هاد الجمعيات ديال حمايه المستهلك فينكم؟ البرلمان فين هو؟ الاحزاب المغربيه، رئيس الحكومه السي العثماني، هاد الشركات اللي زادوا 10 درهم فينكم انتم من هاد الشيء؟ المواطن المغربي كيخون درهم كيدخل للعكاشه، اليوم الشركات كيخونوا الجيوب ديال هاد المواطنين الضعفاء والفقراء، ما كيتشدوش في الحباسات، علاش؟ لانكم انتم كتحميهم، القانون للاسف الشديد ولا كيحمي هاد الشركات، بينما المواطن البسيط ملي كيخون، وحنا ما كنبرروش الخونه كيف ما بغات تكون، كيخون على قبل باش يعيش، كيتشد في هاد الحباسات لما درتوها؟ هاد عكاشة وهاد الأسماء كل كبيرة ديال هاد الحباسات لما درتوها؟ واش درتوها للمواطنين؟ ديروها حتى لهاد الشركات، ديروها لهاد النخبة السياسية اللي كتسرق في المغاربة، ديروها لهاد المسؤولين الكبار اللي كيتبت عليهم مرة مرة بأنهم خرجوا الفلوس على برا تما يدخلوا للحباسات. حنا بلادنا غادي تزيد لقدام خاصة بعد هاد الانتصارات الكبرى في هاد القضايا الكبرى، ولكن خاص المسؤولين على هاد الفساد يتشدوا في الحباسات كيف ما كيتشد هذاك الدرويش، هذاك المواطن الفقير. راه المغربي راه تكلى العصا، المغربي اليوم راه نقدر نقول لكم أنه كاين اللي ما عندوش باش يدخل إيطرو ديال الزيت بالثمن القديم، كيفاش غادي يدخلوا بهذا الثمن هذا؟ نتمنوا من الله كذلك من الشعب انه ينسى التفاهه. دار الارتفاع داروا في واحد الوقيته ماشي وقتها، ماشي وقتها، وحنايا متازمين وزادوا ازمونا، زادوا علينا في هذا الشيء. دابا ملي كتبيعوا للانسان كيصحابك انت اللي كتزيد. واش بزاف باش ياخذ ايترو ديال الزيت ب 17 درهم؟ بزاف. ويلي 5 ايترو ب 75 درهم مالنا؟ وكيقولوا غادي يعاود يتزاد. وحنا مع الجائحه ديال كورونا حنا الغالب الله ما خدامين ما والو، كحارس كناس بزاف د الحوايج، وهاد الناس ضرونا اللي كيزيدونا في هاد الزيت 10 دراهم، حنا عيطرو غالبنا وزادونا 4 دراهم، هاد الناس باش يتعاوني معانا راهم كيقتلوا فينا، راه حسبي الله ونعم الوكيل هاد المسؤولين. ماشي معقولة، ماشي معقولة عباد الله، ماشي معقولة الدرويش اللي ياكلوا العصا وهما في الناعسين. لا لا وزينا قاس عليا والله العظيم إلا قاس بزاف بزاف علينا بزاف، الدرويش الله يحسن العوان، والله يحسن العوان أسيدي، الله يحسن العوان. ما تشريش، أنا من رأيي ديالي ما نشريش، وفعلا ما شريتو الصباح. والله ما شريتش، مشيت شريت الزيت اللي رخيصه، ما شريتش لوسيور، مشيت شريت الزيت اللي رخيصه ما شريتهاش هي.